بسم الله، ان شاء الله هنتكلم عن الكود، تصميم الكونكشن في الكود المصري والكود الامريكي، وتابعا طبعا دي المحاضره الثالثه. احنا اتكلمنا عن تصميم الاعمده وتصميم الكاميرات. هنتكلم النهارده عن تصميم الكونكشن. طبعا في حاجات تانية ناقصه زي موضوع الديزاين بتاع كومبريشن والتنشن، فان شاء الله. بس انا ببدا في الكونكشن البيز والفيكس، لان لو اتكلمت عن الهنجد مثلا بيز كونكشن هتبقى بسيطه، بحيث ان اجمع دي من دي، بحيث ان اجمعهم كلهم مع بعض واشتغل يعني حاجه كون شويه كونكشن وشويه ايه وشويه ديزاين للاليمنتس. فالمحاضرات بتاعتنا دي هتتكلم عن ديزاين للبولتس في حاله الشير او كومبريشن او كلام زي كده، والمينيمم سبيسنج والماكسيمم، والديزاين ويلد اللي هو اللحام، التخانه بتاعتهم ازاي بنصممها، وطبعا اقل قيمه واكثر قيمه، التشيك بتاع كونكريت بيز، العلاقه ما بين البليت والعلاقه ما بين البليت والكونكشن بتاعت والبيدستيل او الكولمز نفسه، العمود او القاعده اللي مستند عليها. ونتكلم عن اقل قيمه واذا بتسمى تصميمها. هنتكلم طبعا مانوال كالكوليشن، طبعا الكود المصري والكود الامريكي. هنتكلم ازاي الريفت بيستخدم الحته ديت، ازاي بيعمل ديزاين طبقا الكود الامريكي. طبعا كل البرامج شغاله بالكود الامريكي، مفيش كود مصري فيها. هنشوف الليمكن، هنشوف الروبوت ازاي الروبوت بيصمم. الروبوت مفيش فيه الكود الامريكي. الديستاس كان ممكن نتكلم فيها الكود الامريكي. الرام كونكشن في الكود الامريكي، والتكلتيدز والبروكن. وان شاء الله ممكن نتكلم عن لو في برامج تانية ان شاء الله بنتكلم فيها ان شاء الله. بالنسبه للديزاين بتاعنا، احنا عندنا هوت عمود عنده حمل طبعا هنجد. فملحوظه بسيطه كده في موضوع الهنجد، الهنجد لازم ناخد في اعتبارنا ان الهنجد لازم يكون 4 بولتس بس. لو احنا زودنا عن كده مثلا وخلينا 3 بولتس، بحيث ان هو يكون بطول الفلانج كده كده، احنا حاولنا الى حد ما في شويه فيكس، في شويه فيكس او خواص الفيكسد سبورت، لسبب ان انا دلوقتي الاصل في الهنجد ان هو بيسمح بالدوران، قصدي بيمنع الحركات اتجاه اكس واتجاه واي واتجاه زد، بس بيسمح بالدوران في حوالين تورشن لو في عندي تورشن، والدوران حوالين اكس وحوالين واي. فانا بالنسبه لي لازم اخد بالي من الحته ديت. فطبعا انا باخد بالنسبه لي مسافه من بين البولتس بتاعتي زي ما هو موجود هنا في ال 3 دي بتاعي، ان المسافه لا تقل عن المينيمم ولا تزيد عن الماكسيمم. فانا هاخد بالي ان لازم يكون بين البنين، والماكسيمم بيقول لي تبقى الكود كذا، فلازم ناخد بالي من الحته دي. تمام، انا كده خلصت الدنيا بتاعتي في بالنسبه للفيكس. طبعا احنا لازم ناخد بالنا ان طريقه مسار الحمل ماشيه ازاي. مسار الحمل بيجي على القلم، لما بيجي على القلم بيقوم نازل على طول دايركت على البليت. لما بينزل دايركت على البليت بيقوم طبعا البليت لازم يبقى فيه كونكشن ما بين البليت وما بين والقلم، ما بين العمود وما بين البليت بتاعتي. فعشان يحصل كونكشن لازم الحم الوصله ديت، فيبقى عشان يبقى جزء واحد. بعد ما الحم اللحام دوت، لازم طبعا هيحصل انتقال على القاعده ازاي، وهيمنع في عنده قوه الشير وعنده قوه لازم تمنع في الحته ديت. فبيعتبر كانه البليد بيرتكز على 4 مسامير، الاربع مسامير دوت بيقوم ناقلين الاحمال كلها للقلم. فدي مسار انتقال الحمل والفلسفه بتاعته. فنتكلم ببساطه كده وسريعا عن تصميم العمود طبقا للكود الامريكي المصري. طبعا اول حاجه لازم ناخد بالنا ان الماتيريال بتاعتي الاف سي يو بتاعتي هتكون 30، وبالتالي الاف سي داش هتساوي كام؟ 8 من 10. 8 من 10 اف سي يو. هنتكلم عن بالنسبه للستيل بتاعي. الستيل هيكون عندي، الستيل عندي بتاع العناصر الانشائيه هيكون 240 370، ده الكود المصري. وهثبت القيم ديت على الكود الامريكي حتى عشان نشوف المقارنه ما بينهم. يعني بالنسبه لي البليت، البولتس قصدي البليت، هيكون نفس الوضع. البليت والقلم ذات نفسه هيكون نفس الحته، البليت و 240 370 اليلد والالتيميت. بالنسبه لي للبولتس، البولتس هناخده 6 6 4 6 8، فيبقى عندي 640
ستيل يلد ويلد، والالتيميت سترينث بتاعت البولتس هيكون 800 ميجا باسكال، بالنسبه للويلد هيكون 370، هيستخدم 370. الديميشن بتاعت الستيل قلم هيكون عادي، اللي هو تقريبا اعتقد المسمى بتاعه اللي هو 1042 دبليو 1042، بس ما يفرقش المسمى بالنسبه لي اكتر ما يفرق ان الكونسبت. بعد كده بنتقل ان بناخد 70 في 50 سنتي، 50 مللي اوفست البليت، لازم اقل حاجه 50. بعد ما باخد 50 بحسب الاريا بتاعته، فبيطلع معايا الاريا حوالي 1225. بالنسبة للقلم المفترض القلم هطلع 75 من الاوفست ما بين الخاص بيه البليت، فلازم أن يكون رقم صحيح، فاخرج فيطلع معايا ابعاده 55 في 50. طبعا لازم نعمل تشيك خاص بالجذر، خاص بالاريا، بالعلاقه ما بين الاريا ما بين الكونكريت والخرسانه. لازم أن يكون طبعا هو مفهوم، ودي شيء هنكون واخدين بالنا منه، ان لازم أن يكون الاريا بتاع الخرسانه على الاقل بتساوي الاريا بتاعت الايه البليد بتاعت الستيل، ده اقله، ما ينفعش يكون اقل من كده. طيب هنتكلم عن اول حاجه، العلاقه ما بين البليت والعلاقه ما بين الخرسانه. هنعتبر ان البليت دوت ساند بكل كامل القوه بتاعته على الاعلى خرسانه. طبعا هو منطقيا الحمل بينتقل من البليت للبولتس، ومن البولتس بينتقل للخرسانه او البيدستل او فا او العمود الخرسانه. فانا طبعا هنتجاهل الحته ديت، وهنعتبر ان الحمل نازل على طول كونستريتد على القلم، قصدي يونيفورم من البليت بتاعت الخرسانة على الخرسانة نفسها، من البليت الستيل اللي ساند القلم على الخرسانة، العمود الخرسانة. فلازم نطبق الكور، الكور المصري بيقول لك ايه في البند 8 1 1 القلم، قلم بيزس اند بيرنج اون كونكريت. فهو الذاكر هنا ان قال لك ايه، ان الديزاين بيرنج سترينث ماست ات ليست، يعني يجب على الاقل ايكوال ذا فاكتور قلم لود بيو، فالمفترض على الاقل بتساوي. فلما طبعا هو انا ذكر هنا ان الفاي اول حاجه قال لك هنا على الاقل بيتساوي الكمادات، فالبي بي اللي هي القانون المفترض الكباستي قال لك بتساوي 5% في اس داش في الاي، الاي اللي هي الاي واحد اللي هي عباره عن الاريا بتاعت الايه الخرسانه، بيرنج ان ذا فول اريا. طبعا ايه واحد هنا هتساوي الايه في الحاله بتاعتي، لو بتساوي القمه بتتساوى، ففي الحاله بتاعتي بتتساوى، فالاي واحد هتساوي خرسانه هي نفسها البليد بالنسبه لي، فكلاهما واحد، فبالتالي القمه هتساوي 85% في السداش في اي واحد. فلازم ناخد بالنا من الحته ديت، والاف والفاي هناخد في القمه بتاعتها حوالي 60%. طيب بالنسبه للبيرنج، لو القيمه اكبر، يعني لو الاريا بتاعت الكونكريت اكبر 4 اضعاف من الاريا بتاعت الخرسانه، او الجذر التربيعي بتساوي 2، قال لك في الحاله ديت بدل الاي واحد ده بتاخدها 2 اي 2 اي 1. تمام. طب لو ما بين لو الجذر دوت اللي احنا بنشوفينه دوت اللي هو اقل من واحد ولا هو ازيد من 2، فالمفترض بناخد القانون اللي احنا التاني دوت، قال لك ايه، قال لك بتاخد 25% في الاف داش في اي واحد اللي هو البليت بتاع الايه الكونكريت بتاع البليت الاريا بتاعت البليت، بتضرب بقى في المعامل بتاعك اللي هو الجذر 2 على جذر اي 1. تمام. فبيطلع لك القيمه اللي انت عاوزها. طبعا لما احنا جينا شفنا القيمه، فطلعت القيم بسيطه جدا وما فيش فيها مشاكل، فالمفترض تكون اقل من الواحد. تمام. بعد ما نخلص الحته ديت بنبدا نتكلم عن الثيكنس، ازاي بنحسب الثيكنس. طبعا اول حاجه هنفترض ان الحمل بتاعت الخرسانه، المفترض العمود هينزل على البليت، فبالتالي هيعمل ديفورميشن على البليت، ولما يعمل ديفورميشن على البليت هنفترض ان البليت دوت مستند على الخرسانه على طول، فهيجي حمل يونيفورم على، هيبقى لما هنقسم الاريا، قصدي الحمل بتاعي اللي هو البي يو على الاريا، فهيطلع لي قيمه تنشن، قصدي ستريسس، فبقسم البي يو على الاي بليت فبطلع لي القيمه ديت، فبقوم ضارب، فبجيب المومنت، فبعتبر ان دي كانتليفر اللي هي المسافه ما بين الفلانج الفيس الخارجي او الاوتر فيس بتاعت الفلانج والاوفست بتاعي، بشوف اقصى قيمه وباخدها في الحساب، بس فعليا اقصى قيمه بتكون من اول هنا لغايه هنا، بس عشان فعليا
المفترض الجساء بتاعة العمود هنا بتكون قوية جدا في المنطقة دي، وبالذات لما يكون في فولتس. فبالتالي المفترض ناخد القيم تبقى بالشكل دوت، يعني اقل بناخد 3/4 من القيم ديت. بس هو في بعض الناس بتاخد القيمة ديت، بتاخد المسافة ديت وتقسمه تاخد 3/4، وفي ناس تاخد بتستفيد من الحتة فقط يعني، بس كلاهما الاتنين واحد يعني. المهم في الاخر فهنجيب العزوم. انا اخدت الطريقة التانية فضربت في الاوفست كام القيمة اللي احنا ذكرناها اللي هي كام 50 مللي، بضربها وبقسمها على الاتنين فبطلع لك قيمة العزوم 1.2 ملي متر في كل نيوتن. فاقوم واخد القيمة طبعا طبقا للكود المصري عشان تجيب الثيكنس بتاعت البليت. قال لك هنا طبقا للكود هنا قال لك بتاخد تي بي بتساوي او الثيكنس اوف بليت بتساوي جذر 4 ام 1 او ام 2 على دبليو اف واي. لما نجي نشوف الحته ديت هيقول لك الدبليو هي بتساوي عرض الفلانج، عرض البليت، عرض البليت. طيب لما ناخد انا دلوقتي لما اجي بدرس انا عاوز ادرس شريحه 1 متر، فانا خدت شريحه 1 متر فقط، وبالتالي العزوم اللي انا جايبها على اساس 1 مللي، قصدي 1 مللي، فالدبليو بتاعتي في الحاله ديت هتساوي 1 مللي، وبالتالي انا شغال تمام. وبعد كده بقوم قاسم على اف واي. الاف واي بتاعتي هنا في الحاله بتاعتي واخد الاف واي بالاضافه للريدكشن فاكتور، فبالتالي بيزود لي القيم بتاعتي. فبالتالي قيمه البليت بتاعتي بتساوي 6 مللي، فبزود عليها 2 مللي كمان فبيطلع لي معايا 8 مللي. بس المينيمم في السوق وفي الكلام دوت فبيكون 10 مللي، فبالتالي انا اموره طيبه بالنسبه لي تمام كده. الثيكنس جبته. طيب بالنسبه للولد اللي هصممه اللي هو في حاله الفلانج، طبعا الولد بيصمم على حسب الشير بتاعه. فانا الشير بالنسبه لي انا بدرسه في الاتجاه الميجر والمينور. فانا بالنسبه لي انا عندي ميجر اللي هو في اتجاه الويب. فانا بالنسبه لي باخد طبقا للكود المصري بيقول لك خد قيمه الشير بتاعك زائد 60% من قيمه الشير قيمه الاكسل فورس. فباخد هيطلع ده قيمه 50، فاقوم ضرب في زائد 60% من قيمه اللي هو 122، فبطلع معايا كام 123 في الاخر. طب بالنسبة بنيجي نحسب بقى عشان نيجي نصمم، بنكسب الالتيميت ريزيستنس او القدرة المصممة. فباخد الكيو بتاعتي الكيو يو بقسمها على 2، لان انا عندي 2 ولد في الاتجاهين، الاتجاه ده في حالة الويب، فباخد القيمة بتاعتي. هنكمل. فاحنا اتكلمنا عن موضوع ازاي بنصمم الولد بتاعتنا اللي هي اللحامات في الاتجاه اللي احنا شغالين فيه. تمام. فدي حاجة مهمة جدا في موضوع خلصناها الديزاين بتاع الويلد. زي ما هنرجع نقول ان هو بناخد 60% من قيمة البيو، وناخد الفيو في الدراسة اللي بندرسها، ناخد قيمة الكيو بتاعتنا نقسم على 2 ال عشان احنا عندنا جزئين، جزء في اتجاه اكس يعني 2 عنصرين فبنقسمه. طب لو هندرس في اتجاه واي او في اتجاه الفلانج، فهيبقى هناخد معانا ادي 1 2 3 4، عندنا 4 بس ممكن نطرح حق تخانة الويب معادنا في لما نيجي نحسب معانا الاطوال دي. فيبقى معانا 4 طول الفلانج ناقص 4 تخانة الويب. تمام. فنقدر نحسبها ونحسب القيمة بتاعتنا. بس احنا في الحالة بتاعتنا عشان ما فيش قيمة فورس في الاتجاه المعاكس ممكن، بس هو في الغالب بيكون القيمة كبيرة يعني قيمة قليلة جدا. لو احنا حتى حسبناها وخدنا القيمة في الاتجاه الطويل فهتبقى يعني هي القيمة دي هتكون ايه قليلة جدا، فبالتالي الامور بتبقى سيف سايد يعني. بس هو في الاغلب تبقى كريتيكال حالة الاتجاه الويب. تمام. طيب لما نيجي نصمم الديزاين بتاع المسامير، ديزاين اوف ذا بلوتس ذا بولتس بلوتس ايه ذا بولتس بولتس. طبعا اول حاجة بنحط مثلا وليكن فرضيا ان مثلا ناخد وليكن مسمار قطره 20. بنفترض ان هو وليكن الجريد بتاعه 8.8، يعني هيتم تصميمه بالقانون دوت. لو بالقانون التاني بناخد تقريبا 50%، القانون الاولاني بناخد 60%، مش تفرق كتير يعني. ف
فالقانون بتاعنا طبقا للكود المصري بيقول ان انت الفاي في اللي هو الريدكشن فاكتور او الريزيستنت فاكتور في ار ان في، ان يعني نوميال، في يعني شير، بتساوي فاي في بتساوي 6 من 10 زي ما مذكور هنا، في 6 من 10 واخدين 60% من قيمة الالتيميت بتاعة البولز، في الاريا ستيل الاريا بتاعت هنا تنسايل ستريسز، يعني بنضرب في الاريا بتاعتنا بوينت 7.85 في ان، او ممكن نجيبها عن طريق الكود زي ما مذكور الاريا بتاعتنا للمسمار زي ما مذكور الام 20 بتساوي 2.45 تمام. ف بنحسب القيم بتاعتنا فيطلع معانا طبعا بنجيب الاريا بتاعتنا تطلع معانا كام، 246 ملي متر تربيع، عدد البولتس 4. طبعا لما نيجي نشوف السترينث بتاعتنا في حالة الالتيميت بتساوي 800، في حالة الالتيميت الاستنس زي ما احنا قايلينه في الاول، لما نيجي نحسب الشير بتاعتنا فيطلع معانا قيمة القيمة بتاعتنا حوالي 284. لما نيجي نحسب الالتيميت بتاعتنا بنحسبه تمام، فعند قيمة الكيو شير بتاعتنا تبقى معانا حوالي كيو على كيو ألتيميت على الفاي في في الار ان في هتساوي 43%. فا اوكي فالامور طيبة تمام. بالنسبة للدبس بتاعه، الدبس بتاعنا بيكون حوالي 20 قيمة تخانة قيمة قطر المسمار زائد 100 ملي، وبالتالي فالقيم بتكون مقبولة بالنسبة لي، فيبقى 500 ملي دي المفترض الامبيدد اللي هو قيمة المسامير الموروزة، فبكون 50. طبعا لما نيجي نعمل حسابنا في طوله برضو لازم ناخد نعمل حسابنا ان طوله بيكون محسوب، المفترض بنعمل حسابنا دي 50 تحت بالاضافة لعشرة ملي جراوت زائد تخانة البليد، فبقى عندك 520 مش 500 فقط. فلما نيجي نشوف حتى هنا في ال دي اكس اف مثلا، لما هو حاسب الطول حاسبه لسه ما عملتش ما ظبطتهاش، احنا هنظبط الحاجات دي دلوقتي. خمسين خمسين الانكر طوله 50 والقطر بتاعه يبقى 20 سنتي 20 ملي تمام. فهنا حتى لما جه حسب الطول، حسب الطول 4 كام، حوالي 55 ملي، فاخدت القيمة التقريبية حوالي 50 ملي اهوت حتى لما اجي بقشر، والتخانة بتاعتي حتى لو لما حسب قيمة التشيل بتاعي يعني، فهي ديت قيمة الأنكر بتاعتي وطوله هنا موجود في الرسومات. بنيجي نعمل حسابنا تخانة الأنكر والجراوت فيطلع معانا بالشكل ده تمام، بس بالشكل دوت. زي ما هو باين بالشكل ده تمام. بالنسبة لي ده الشكل القطع بتاعي تمام. هنيجي نشوف بقى الدايمنشن وحاجات بسيطة خاصة بالمسافات ما بين البولتس أو المسامير. لو اتخذنا معانا 20 فبيذكر هنا طبقا للكود، هنشوف هنا طبقا للكود المينيمم اند ديستانس، بيقول لك بالنسبة لـ E1، E1 اللي هي المسافة من هنا لهنا، والـ E2 نفس الوضع، فأنا مذكور إن أقل قيمة 1.5 قيمة الدايمتر. المسافة ما بين قيمة البولت والبولت أو لا يعني بالنسبة مثلا وليكن في اتجاه مثلا الجي دوت، المفترض القيمة أقل قيمة
3 فولت، واكبر اقصى قيمه بتساوي 10 ملي 14 تخانه البليد، فدي اقصى قيمه مفترض لا تتجاوز. بس دي حاجه بسيطه بالنسبه للبيرنج، بيرنج او بليد لازم انها تقن القود. بيقول لك ايه؟ بيقول لك ديزاين بيرنج سترينث، اذا ديزاين او بيرنج سترينث 5 بي ار ار بي ار of a single bolt، السنجل البولت الوحيد لوحده من غير اي ما تضربش في ان، شال شال بيز افكتيف بيرنج اريا تايمز، يعني عدد مرات زانوميال سترينث الفا بتضرب في قيمه الفا اف يوم، تمام اكوردنج تو ذا فولوينج ايكويشن. فهنا الفاي بي ار بتساوي 7 من 10، وقيمه الار بتساوي الدي قطر البولت شانك ديمتر، والمينيمم تي اللي هو مثلا بيكون تخانه البليد، ولو في عندي وشر ولا حاجه بناخد تاثير الوشر، والاف يو اللي هو الالتيميت بتاعه البليد فبناخد قيمه البليد، والالفا وعلى حسب الجدول الموجود هنا فبنضربه في 2.4 اساس ان اي واحد اكبر من 3 دي فبناخده 2.4 دايما. فالقيمه هتوصل للاخر بالشكل دوت، في في يو التيميت بتساوي الفاي في ار للبولت واحد. فالمفترض اصلا القيمة دي تتقسم على 4، تمام. فلازم المفترض ال V بتاعتنا اللي احنا درسناها بنقسمها على عدد البولتس او عدد المسامير، وبعد كده بنقسمها على قيمة الـ، بنجيب مثلا سنجل بار لوحدها فبيطلع معايا القيم تقريبا تمام، يعني تمام مفيش فيه مشاكل دلوقتي بالنسبة لأي حاجة. طب في مشكلة أصلا. المفترض عندي هنا الحسابات بتكون كيو يو اللي هي حوالي 123، بنقسمها على 4 وبعد كده بنقسم على قيمة البيرنج بتاعة الـ A البولت. كده خلصنا الكود المصري، وبعد كده نتكلم عن الكود الأمريكي، وإن شاء الله عندنا فيديوهات تانية الكود الأمريكي مبدئيا. ان شاء الله المرة الجاية عندنا الكود الامريكي ونتكلم في بقية الحاجات التانية. الكود خلصنا كده الكود المصري، نتكلم عن الكود الامريكي، وبعد كده نتكلم في بقية البرامج ديت ان شاء الله في المرة الجاية. السلام عليكم.